يستمر المبدعون اليمنيون في حصد الجوائز الدولية والمراكز المتقدمة في منصات التتويج. بالأمس كان الشاعر أحمد الجهمي والمخرجة السينمائية خديجة السلامي على موعد مع حفل للتكريم في مكانين مختلفين، ومن قبلهما كان مراد سبيع يستلم جائزة تتعلق بحرية الصحافة. لطالما اعتاد اليمنيون أن يحتفي العالم بإبداعهم، خصوصاً تلك التي وجدت طريقها للنور خارج البلاد. الأدب والثقافة والفن وسائل حاول اليمنيون من خلالها تعريف العالم بهم ومعالجة القضايا التي يعاني منها مجتمعهم وتغيير الصورة النمطية التي رسمت عنهم. لا يمتلك العالم لليمن سوى صور مشوهة رسمت عبر سلسلة من الإخفاقات وقضايا الفساد وتجار الحروب، بينما هناك نوافذ أخرى لليمن جميعها تقول أن خلف تلك الصور شعب يمتلك من الإبداع الكثير الذي يستحق أن يراها العالم.